تنضم لنا الآن من القدس مستشارة التواصل في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين شاينا لو. سيدة شاينا أهلا بك معنا، أبرز ما رصدتموه أنتم حتى اللحظة فيما يخص الوضع الإنساني وضع المدنيين في قطاع غزة. ما الذي وردنا من طاقم العمل يدل على أنها كارثة حقيقية. المواطنين يفرون من خان يونس بكل ما يمكنهم حمله بين أيديهم. عدد من المرات تعرضوا للقصف، لا توجد ملاجئ كافية لهذا العدد من الناس. يحاولوا بعض المدنيين أيضا بناء خيام من بعض الأدوات المتاحة من الورق والقماش. كنت على الهاتف منذ قليل مع أحد زملائي وكان لديه نفسه متقطع في الحديث. سألته ماذا يحدث، قال أساعد أحد الأسر هنا على بناء خيمة لمساعدتهم. إن كم المساعدات الذي يصل للمدنيين في غزة يكاد يكون ليس له معنى على الإطلاق لمقابلة هذا الدمار الذي خلفه العدوان. إن طاقمنا يعاني للعثور على المياه النظيفة، لإيجاد الغذاء، لإيجاد مكان لمجرد الإقامة. لا يمكن أن يسوء الوضع أكثر مما هو عليه الآن. تقولين سيدة شاينا بأنهم يعني المدنيون يخرجون ينزحون تحديدا من خان يونس، إلى أين يتوجهون في ظل حديث بأنه لا مكان آمن في قطاع غزة؟ بالطبع لا يوجد مكان آمن الآن في غزة، ولكن مع توسع إسرائيل في عملياتها العسكرية في خان يونس وإسقاطها للصواريخ في تلك المنطقة، إلا أنهم لا يجدون مفرا إلا الفرار من تلك المنطقة إلى المواسي، وهي منطقة ضحلة للغاية، بعيدة للغاية عن أي مرافق حيوية أو أي مكان يمكن لهؤلاء الأشخاص الاحتماء فيه. يحاولون وأيضا الطريقة التي يجبر عليها هؤلاء الأفراد للنزوح دون أي سبل حماية أو إعانة، ولا حق لهم أيضا في العودة إلى منازلهم، لا ضمان لذلك. هذا نزوح إجباري يعتبر انتهاكا للحقوق الإنسانية تحت القانون الإنساني. هذا النزوح يعيقنا أيضا من قدرتنا على توصيل المساعدات الإنسانية بطريقة فاعلة. يجب أن يكون هناك وقف تام وشامل ومستدام لإطلاق النار، فقط حينها يمكننا إيقاف تلك الكارثة من الاندلاع أكثر وأكثر، وربما السماح للأفراد لاستعادة حياتهم. تتحدثين عن سيناريو وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على الحاجة الماسة لحماية المدنيين في غزة، فصلهم عن حركة حماس من خلال ممرات تسمح للمدنيين بالتحرك بأمان. هل يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع من خلال ما رصدتموه؟ ببساطة لا يوجد مكان آمن داخل غزة. قيل للناس منذ 13 من أكتوبر أن يغادروا شمال غزة إلى جنوبها، وذلك قبل حتى البدء في التوسع في العمليات العسكرية في كل تلك المناطق، ولم يكونوا في أمان. نحن وصلنا الآن إلى مرحلة حتى أن طاقم العمل لدينا يعانون من إصابات بليغة. عشرات من العائلات فقدت زويها في محاولات عبورها لمعبر رفح كما قيل لهم سابقا. لا وسيلة آمنة، لا ممر آمن، لا وسيلة لتوفير الحماية لملايين من المحتجزين والمحاصرين في غزة، فقط إيقاف النار هو المطلوب. هناك أيضا كان تصريحات نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إسرائيل وافقت على فتح معبر كرم أبو سالم لفحص وتفتيش المساعدات الإنسانية التي تسلم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. إلى أي مدى من شأن هذه الخطوة أن تساعد وتسرع في إدخال المساعدات اللازمة لقطاع غزة؟
بالطبع سوف يسهم ذلك في تحسين الوضع قليلا. نحن كنا نصر على إسرائيل منذ أسابيع لإتاحة هذا المعبر، معبر سالم أبو، منذ أسابيع، وهذا مصمم خصيصا لتمرير المنتجات والمواد، وكان ذلك سيجعل عملية المساعدات والإغاثة أسرع بكثير عنها من رفح. ولكن هناك بعض الأمور التي لا تزال معيقة لتمريرنا المساعدات الإنسانية والاستجابة الإنسانية. أولها هو أننا بحاجة إلى مرور آمن لجميع مناطق غزة التي لا يزال فيها مدنيين حتى يتمكن من توصيل تلك المساعدات. وثانيا نحن بحاجة إلى فرض بعض إلى رفع القيود، لأن هناك تكتلات من الملاجئ لديها احتياجات كبيرة. لدينا طاقم عمل هناك أخبروني هذا الصباح أنهم يعانون بغاية لتوفير بعض الموارد والأغراض الأساسية للغاية. يلزم أدوات لبناء خيام لمن فقدوا بيوتهم، أمور معيقة كثيرة للغاية تمنع حتى من وصول تلك المساعدات وتنفيذها. الحجم المساعدات بحاجة لزيادة، وقف العنف يجب أن يتم أيضا. ماذا عن الوضع الطبي والصحي وأخذا بالاعتبار الآن فصل الشتاء؟ ماذا أقول عن الوضع بالنسبة لنا هنا؟ ربما يتمحور حول أمرين. أولا الأشخاص الذين يتعرضون بالفعل للقتل والإصابات البالغة. الأسابيع تدمرت، خرجت عن الخدمة منذ أسابيع، لا توجد مستلزمات طبية أو أدوية أو مواد تخدير أو ضمادات لتوفير الرعاية المطلوبة. إضافة إلى ذلك تدمير البنية التحتية لمصادر المياه، ونظرا لكم العدد الهائل من الأشخاص الذين يحاولون اللجوء لمكان آمن في مقار أصبحت مهدمة. الآن مئات الأشخاص ينامون في الشوارع أو في خيام بنوها من مواد بدائية للغاية. كل تلك الظروف تجعل من إمكانية انتشار وتفشي الأمراض المعدية، أمراض لا يمكن السيطرة عليها، أن تنتشر أكثر. ووصلتنا بالفعل تقارير بزيادة كبيرة في أمراض الإسهال والجهاز التنفسي وأمراض من التأثر النفسي مثل الانفصال الذهني. كل ذلك نتيجة لتلك الضغوطات المستمرة، وأيضا تلوث مياه الشرب التي متوفر لديهم، ليس لديهم وصول لمياه شرب نظيفة. مع الظروف على الوضع الراهن ودخول فصل الشتاء القارس بطبيعته، أعتقد أننا سنتخطى عدد من قتل بسبب الهجمات، بعدد الأشخاص الذين سيفقدون أرواحهم بناء على الوضع الإنساني المزري وتدهور القطاع الصحي. يعني لا أدري إن كان يمكن أساسا طرح تساؤل كهذا في ظل هذا المشهد الكارثي سيدة شاينة. يعني ما الأولوية اليوم؟ الأولوية الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق النار، هي الأولوية الأولى. لا يمكننا توفير أي مساعدة أو الاستجابة الإنسانية أو يمكن لطاقم عملنا العمل على الأرض في غزة أو توفير ما يلزم. كل ذلك معاق. نحن لا نستطيع مساعدة الناس، لا نستطيع مساعدة جيرانهم أصدقائهم. نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم يلي ذلك توسيع المساعدات وزيادة ضخها بشكل كبير، بداية من الغذاء والمستلزمات الطبية والأدوية وأدوات بناء الملاجئ والخيام. كل شيء بهذه المرحلة نحن بحاجة إليه. شكرا لك على المشاركة معنا سيدة شاينة لو، مستشارة التواصل في المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، كنت معنا من القدس.